العالمين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين ومن نهج نهجه وسلك سنته إلى يوم الدين. السادة رئيس وأعضاء المجلس التسيير الذي ينتمون، السادة أعيان بني الكربونة، إخوتي ممثلي وزارة الشباب عبر أجهزتها المختلفة من بلدية الكربونة، السادة الحضور، الإخوة من الشبان والشابات الذين عقدوا قرانهم المبارك بإذن الله بمبادرة من دولة رئيس مجلس الوزراء المهندس عبد الحميد محمد البيبة لتيسير الزواج للشباب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسعد الحقيقة أن نتحدث إليكم ابتداء من القلب إلى القلب لما تمثله ترهونة امتداد عمق التاريخ، ترهونة التي توسم بالأخلاق الكريمة والعرف الحميد، ترهونة التي سطرت في سفر التاريخ ملاحم للأجداد في أجل منعة ورفعة هذا الوضع ومعاركها التاريخية يشهد لها القريب والبعيد. سعادتنا الغامرة أن نلتقي اليوم بينكم في هذا اللقاء المبارك بإذن الله بعدما عانته ترهونة طيلة السنوات الماضية من ويلات أسهمت إسهاما سالبا في هدف النسيج الاجتماعي لهذه المدينة، هذه المدينة التي تمثل امتدادا وطوعا ومنعة لعاصمة هذا الوطن، هذه المدينة التي لا نوال عندما نقول أنها مدينة حاضرة على الدوام في مستهدفات حكومة وحدة هذا الوطن، حكومة دولة رئيس مجلس الوزراء المهندس عبد الحميد البيبي. وزارة الشباب لمن لا يعرف منكم هي وزارة جاءت من بعيد وأتت بعد غياب طويل منذ نشأة الدولة الليبية الحديثة. هذه الوزارة تعرف بنفسها بعد ميلاد دولة ليبيا الحديثة سنة 1951، هذه أول وزارة تعنى بالقضايا الوطنية للشباب بعد 70 عاما من بلاد الدولة. هذه الوزارة التي تعمل على رعاية وتمكين وتنمية قدرة الشباب. حضور اليوم يحمل من الدلالات الرامزة أنه في أولى زياراتنا على مستوى التراب الليبي في العام 2022. قد نكون تأخرنا وصلاً بمدينة ترهونة منذ تأسيس هذه الوزارة في مارس 2021، ولكن وزارة الشباب بوصفها القطاع الوسيط على قضايا الشباب وهمومه تعمل على أن تكون وزارة منجزة في حدود الإمكانيات القائمة، تعمل على أن تكون وزارة قرب في وقت لا يغيب عن جمجمة هذا المناكفات السياسية والتشرد والانقسام والفرقة والشقاق بين الإخوة الأشقاء طيلة عشرية عانى منها أبناء شعبنا. نحن اليوم نلتقي ونتحلق بينكم بوصف وزارة الشباب عبر أجهزتها المختلفة من صندوق تيسير الزواج للشباب عفة للمجتمع ولربط وشائج الليبيين والليبيات ببعضهم البعض تنفيذا لمبادرة رئيس الوزراء من أجل الأخلاق الكريمة وتعزيز مشتركات العرف الحميد. هذه المبادرة التي استفاد منها في مرحلتها الثانية 1250 زيجة ل 2500 شاب وشابة من مدينة ترهونة
بواقع دعم مباشر قدر ب25 مليون دينار ليبي. هذا أقل ما يمكن أن يقدم لفرحة أهالي مدينة ترهونة بعد الحزن والألم. أقل ما يمكن تقدم حكومة وحدة الوطن لهذه المدينة لتستبدل خيم العزاء بخيم الأفراح. وجه شكر جزيل باسم أجهزة وزارة الشباب المختلفة، وأصالة عن نفسي ونيابة عن دولة رئيس مجلس الوزراء المهندس عبد الحميد محمد البيبة الذي أبلغني يوم أمس أن أنقل إليه تحياتكم جميعا ودعائه الصادق وعمله الصادق وبحس وطني أصيل، يتمنى لكم حياة مباركة ويتمنى لهذه المدينة أن يكون قادم الأيام فرحة وسرورا. وأشكر السيد عميد البلدية رئيس المجلس التسييري لهذه البلدية على وصله بوزارة الشباب ونواياه الصادقة والحرقة في تعبيره على قضايا التي تهم هذه المدينة. الشكر لكل من حضر، والشكر عبركم لمن غاب، والشكر من قبل ومن بعد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله. الآن حسين عبد الباسط عمر مسعود جمعة، أيوب فرج النار، محمد أبو بكر سالم الطبيب، محمد أبو بكر سالم الطبيب. اليوم الحمد لله تعالى تم التواجد في مدينة ترهونة لحضور مراسم تسليم عينة من شباب مدينة ترهونة، تسليمهم منحة تيسير الزواج على مستوى كل المحلات والأفرع البلدية بهذه المدينة. اليوم كان حضور وازن من المجلس التسييري لبلدية ترهونة والأعيان وأجهزة وقطاعات الدولة بهذه المدينة، والحمد لله كانت هناك فرحة وغبطة من شبابنا في هذه المدينة اللي استلموا منحة تيسير الزواج للشباب المرحلة الثانية اللي استفاد منها 1250 زيجة ل 2500 شاب وشابة، بإجمالي قدر في الدعم المرحلة الثانية لهذه المنحة لمدينة ترهونة قرابة 25 مليون دينار ليبي. نزف الفرحة ونزف التهنية لكل شبابنا في هذه المدينة، هذه المدينة المكلومة اللي عانت كثيرا من ويلات الاحتراب والشقاق والفرقة بين الأخوة والأشقاء. اليوم هذا الحضور حضور تواصلي بناعي تعليمات صادرة إلينا من دولة رئيس مجلس الوزراء المهندس عبد الحميد الدبيبة للقرب من هذه المدينة وغيرها من القرب اللي عانت طيلة السنوات الماضية جراء الحرب وجراء الاحتراب. اليوم الحمد لله تعالى نرى بأم عيننا مدينة ترهونة يتم استبدال فيها خيم العزاء بخيم الأفراح. هذا الحضور حضور تواصلي لوزارة الشباب وزارة القرب من مختلف فئات شريحة الشباب. سيكون لدينا مع بمعية المجلس البلدي لبلدية ترهونة جولة في المرافق الشبابية اللي الحمد لله تعالى كللت بإنشاء المركب الشبابي عودة الحياة بمدينة ترهونة. هذا المركب ضمن مستهدفات حكومة الوحدة الوطنية الموجهة للشباب بقطاع تنمية الشباب بمدينة ترهونة. هذا سيكون هذا المركب وعاء جامع وسيكون فضاء لمختلف الشباب بمدينة ترهونة على رأسهم وفي القلب منهم شبابنا اللي تزوجوا عقدوا قرانهم. وجود هذه الفضاءات فضاءات مهمة جدا. وزارة الشباب لن تقف عند هذا الحد، مبادراتها متتالية ضمن البرنامج الحكومي الموجه للشباب. هذه الزيارة لن تكون هي الزيارة اليتيمة لمدينة ترهونة. مدينة ترهونة تحظى بخصوصية وتحظى بمكانة في أجندة حكومة الوحدة الوطنية مجتمعا عن مختلف قطاعات الدولة. هذا الحضور يؤكد ويعزز مصداقية حكومة الوحدة الوطنية في قربها من شبابها، وأن الشباب في صلب مصفوفة السياسات الحكومية. التهنئة نزفها لكل شبابنا في مدينة ترهونة، وإن شاء الله الأفراح دائما عامرة، وإن شاء الله ربي يهنيهم ويبارك لهم. اليوم تشرفت بلدية ترهونة بزيارة السيد
وزير الشباب بحكومة الوحدة الوطنية. الحقيقة في الكلمة اللي ألقاها على جموع الشباب والشابات المقدمين على الزواج أثلجت صدورنا ونقلت لنا تعبير خالصة صادقة، سواء كان من السيد وزير الشباب والوفد المرافق له أو التحايا التي استوصى بها ونقلها لنا على لسان السيد رئيس حكومة الوحدة الوطنية. نتمنى من الله العلي القدير أن تستمر مثل هذه البوادر التي تضيف فرحة وسرور على شبابنا وعلى شاباتنا، كما نود أن ننوه ونقدم النصح في نفس الوقت، لأن لدينا الكثير من أبنائنا ومن العائلات التي تضررت أثناء الحقبة السابقة، وأن بلدية ترمونة ما زالت تعاني. نتمنى من السادة المسؤولين النظر لهذه العائلات ورفع المعاناة عليهم حتى تعم الفرحة جميع بقاع بلدية ترمونة وجميع بقاع دولة ليبيا. نسأل الله لنا ولكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.